الصفا ألقى به كل الصفا. شاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع مرحبا بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وتوقفنا أن الله تبارك وتعالى رؤوف فيما أعطاه من وقت للإنسان وعمر. تمام. طيب، فرضنا جدلا أن إنسانا في هذه الحياة التي نعيشها في عصرنا الحالي عاش 60 عاما. كيف تقضى هذه 60؟ تعال نضرب أمثلة. الزميل ما شاء الله ابننا خضر عبد المطلب المخرج اللامع ما شاء الله يعني يظهر لنا ما أريد أن أقوله، لأن يعني مجرد أن نولناه هذه الإحصائية فما شاء الله هو معنا ما شاء الله عليه. إذا عاش شخص 60 عاما فكيف يقضي هذه الأعوام؟ كيف؟ تعال أنا يعني سبحان الله نتابع مع خضر. نعم يا خضر. إذا قضى كل يوم 8 ساعات في النوم، كل واحد يقول لك لازم تنام 8 ساعات. صحيح طبيعي. طيب خلاص. الثمان ساعات يمثلوا بالنسبة ل24 ساعة ايه؟ الثلث. صح؟ صحيح. نجمع 60 سنة، إذا نمت كم سنة؟ 20 سنة. فيكون بذلك قضى 20 عاما في النوم. سلام يا رب. هذه واحدة 20 عاما في النوم، نمت 20 سنة، بقي لي من 60 كام؟ 40. نعم. جميل؟ صحيح. طيب، ومثلها في العمل، أنا أقضي 8 ساعات في العمل. صحيح. كم سنة؟ كده 20 سنة. نصف. 20 سنة، يبقى 40 و40. 20 و40. باقي لي كم من 60؟ 20. تعال شوف كمان إيه كمان في أمور أخرى بعد هذه. إذا قضى كل يوم 1.5 ساعة في تناول 3 وجبات للطعام، يصل المجموع 3 سنوات و7 أشهر. نعم. قضى 43 عاما و7 أشهر. ما احنا هنجمع يعني في الاخر. طيب. سبحان الله، يعني اقل ما فيها يجلس على مائدة الافطار 1/2 ساعة. صحيح. والغداء والعشاء كذلك. لم يكن له وجبات كثر بينهم. على مدار 60 عاما يضيع 3 سنوات و7 أشهر امام الطبق. امام الطبق. سبحان الله العظيم. طيب. واذا قضى 1 ساعة كل يوم يتحدث في الهاتف، يصير ما انفقه من وقت للتليفونات 2.5 عامين. هاتف. 6 ساعات. 30 شهر. نص ساعة يومي. نعم. ساعة يومي. هذه كارثة. سبحان الله. ثم سبحان الله. إذا قضى 2 ساعة في الحوار مع الغير. دردشة. صحيح. دردشة سبحان الله. في قضى في هذا الكلام 5 سنوات. 5 سنوات يدردش دردشة ما أنزل الله بها من سلطان. الله أعلم يدردش في إيه. نعم. تمام؟ نعم. طيب. ثم إذا أنفق 1 ساعة يوميا في قضاء حاجته أو الاغتسال، يكون بذلك قضى 2.5 عامين. نعم. مجرد ان يتوضا يغتسل سبحان الله، داخل الحمام قعد 2.5 سنين. سبحان الله. سبحان الله. طيب، واذا قام بالحديث مع اولاده وزوجته، اذا كان يعني ودود، نصف ساعه يومين فقط. نصف ساعه يومين، يكون انفق من الوقت 1.3 سنة. كثير هذا كمان. على احنا بنتكلم على نصف ساعه، بنتكلم نصف ساعه في الدين فقط. نصف ساعه. طيب. هذه 1.3 سنة. ثم إذا جمعنا هذا كله أصبح المجموع 58 عاما ونصف تقريبا. 58 سنة. بقي له من 60 سنة كام؟ 1.5 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكفي العبادة هذه؟ أنا لم نقل العبادة هنا. ده أنا بتكلم عن الإنسان العادي الذي لم ينتبه لحياته. لما نتكلم عن الصلوات الخمس، نتكلم على ظهر الجمعة، نتكلم كيف مجلس علم، كيف يقوم الليل. ضاعت 60 سنة في أكل وشرب ونوم. أنا ربما ما تحدثت عن المواصلات، وما حدث ولا حرج يعني في أي بلد إسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتخيل أنت إن لم يكن رب العباد بالعبد رؤوفا، ضاعت 60 عاما هباء منثورة. لكن انظر، كنت تحدثني عن مسألة الوقت، أن الوقت جندي من جنود الله، فرغم أنني قضيت من 60 عاما 58 سنة، لكن وسع الوقت بصلوات وأذكار وحفظ وفضل وعلم وتعلم عيد مريض وولائم وأفراح ومناسبات وتشيع جنازة. أليس هو الرؤوف؟ بلى. سبحان الله. إذن انظر إلى الرأفة بنا في الاحتياط لأعمارنا ووضع البركة فيها، فبنظام الساعات هذه النتيجة. نفشل. هذه النتيجة. سبحان الله. صح. عارف. فهو لو وكلنا إلى أنفسنا خلاص ضعنا.
وكنا الى ضعف وعيلة. ورغم هذا نصنع كل هذه الاصنع والافعيل، ننام ونعمل ونغتسل ونحادث ونتحدث. سبحان الله، سبحان الله، ونتألم ونفرح ونحزن ونسر ونكتئب سبحان الله. لا، والناس عندها وقت تذهب الى المحاكم وينتظر دوره في الجلسة، وهذا الى المحامي ليجهز اوراقه ويقدم القاضي. هذه رأفة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤلمني ان تمر على القهاوي في البلاد الاسلامية، الناس قاعدين متحولقين هكذا حول الطاولة او المنضدة، تسألهم ما الذي اجازكم يا شباب؟ يقول نقتل الوقت. يا حبيبي تقتل الوقت؟ لا حول ولا قوة. تقتل الوقت؟ انت تسأل عن اربعة امور، اثنان منها في مسألة الوقت، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما صنعه. ففي اثنين في سؤال عن الوقت. ولذلك قال علماؤنا من علامة المقت إضاعة الوقت. من علامة المقت إضاعة الوقت. من علامة مقت الله للعبد أن يضيع وقته. سلم يا رب. ومن علامة الرأفة بالعبد أن يبارك له في وقته. ويصنع كل هذا والعبادة. والعبادة بالعكس، ويستشعر أنه أداة صالحة في المجتمع يصنع فيها خير. يعني إذن المسلم برأفة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل أي شيء في أي وقت. لماذا؟ لأن الله هو الذي يقدره. الله هو الذي يقدره، لأن العبد إن 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 إن